تحت عنوان شهر الكتاب السوري، افتتحت وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب معرضاً متنوعاً للكتب في كلية الآداب بدمشق. هذا المعرض تنشر فيه الهيئة العامة السورية للكتاب مطبوعاتها القديمة والحديثة، وأنا يسعدني أن أقول أن هذه الهيئة الخدمات التي تقدمها للقارئ العربي السوري والعربي عموماً في الدول العربية وفي المهجر في خارج هذا الإطار، خدمات لا تقدمها أي دار نشر أخرى لا في سوريا ولا في أي مكان آخر في الوطن العربي. عدد المطبوعات ونوعية المطبوعات والقيمة الفكرية والمعرفية واللغوية والأدبية التي تقدمها فعلا عالية المستوى. المعرض تضمن كتبا متنوعة في جميع المجالات، إضافة إلى الروايات وقصص الأطفال وطرحها بأسعار رمزية بهدف وصولها إلى متناول أكبر عدد من القراء. الهيئة تطرح في هذا المعرض نحو 1000 عنوان من كتبها الجديدة، بالإضافة إلى المجلات المختلفة، الدوريات التي تعرفونها، مجلة المعرفة مثلا العريقة، مجلة التراث الشعبي، مجلة المخطوط العربي، مجلة الحياة السينمائية، الحياة التشكيلية، مختلف مجلاتنا موجودة أيضا في هذا المعرض بأعداد مختلفة. حرصت الهيئة أن تقدم تنوعاً يعني في الموضوعات والثيمات التي تقدمها للمتلقي، ولا سيما أن هذا المعرض يقام في رحاب كلية الآداب في جامعة دمشق، والغرض من ذلك طبعاً أن تكون هذه المعرفة بين أيدي الطلاب والأساتذة في الآن نفسه. المعرض يشمل جميع المراكز الثقافية ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي، حاملاً أهدافه في نشر الثقافة وروح القراءة.